صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامجكم شباب لايف. صباح جميل، صباح فيروز وهي بتغني رجعت الشتوية. ومع رجوع فصل الشتاء بنفتكر أيام البرد الجميلة وليل الشتاء الطويل والمشروبات السخنة. بنفتكر كمان ماما وهي بتصحينا الصبح علشان نروح المدرسة وبنتحايل عليها تسيبنا بس 5 دقايق تحت البطانية. بنفتكر كمان السندوتشات والكتب والكراريس وفرحة رجوع الدراسة. وعشان نستمتع برجوع الدراسة لازم صحة أطفالنا تبقى كويسة عشان يحققوا النجاح المطلوب والتفوق. لازم صحتهم تبقى كويسة ونهتم بيها، لأن مع دخول المدارس بيتعرض الأطفال بحكم الحركة الكتيرة والنشاط الزايد للبكتيريا والجراثيم، خاصة مع وجود فيروس كورونا. موضوع حلقتنا النهاردة، بصبح عليكم مشاهدينا وعلى زمايلي خلف الكاميرات وعليكي خلود، أهلا بيكي. ازيك يا نرمين؟ وكلمينا عن موضوع الحلقة النهاردة. صباح الخير عليكي وعلى كل المشاهدين ومتابعين برنامج شباب لايف. النهاردة موضوع الحلقة مهم جدا، هنتكلم فيه عن فيروس كورونا وعن ازاي نخلي بالنا من اطفالنا وازاي نخلي بالنا ان نزود لهم يبقى عندهم مناعه قويه جدا. هنتكلم عن بعض النصايح لتقويه المناعه لمواجهه فيروس كورونا. اول حاجه هنتكلم فيها هي النظام الغذائي، ازاي نمشي اطفالنا على نظام غذائي عشان يبقى عنده مناعته تبقى قويه جدا. نمشيه ازاي على نظام غذائي؟ هياكل البان، الاسماك، الخضروات والفاكهه. كتير قوي اطفال بلاقيهم ما بيحبوش لا خضار ولا فاكهه، فاحنا لازم نعودهم من صغرهم ان هم يحبوا الخضار والفاكهه. تاني حاجه هنتكلم فيها هي ممارسه الرياضه بانتظام، ازاي اخلي اي اب واي ام يعودوا اطفالهم على ممارسه الرياضه. حاجات كتير قوي، يعني ممكن بدل ما يروح الجيم وانتشار الكورونا والحاجات الصعبه دي والفيروس والكلام ده، ممكن يشغل فيديو اونلاين يعمل مع اي كوتش او اي كابتن يعمل رياضه. ممكن يجيب فيديو على اليوتيوب مثلا يشتغل معاه يتمرن، ممكن ينزل يجري يتمشى، حاجات كتير قوي يعني ممكن تعافينا من انتشار الفيروس. ولو مثلا حابب يروح نادي او يتمرن حاجه بيحبها، باركور او كونغ فو او كاراتيه او ايا كان الرياضه، لازم يخلي باله من الماسك بتاعه كويس جدا، ولازم سانيتايزر الكحول في ايده، ويهتم بحاجه زي دي فعلا. كمان من طرق الوقاية ان هم يتعرضوا للشمس كتير. شعب مصر عموما يعني عنده نقص في فيتامين د، اشعة الشمس الفوق البنفسجية دي بتمدنا بفيتامين د، وده بيساعد على وجود مناعة في الجسم وبيقوي المناعة. برضو عايزين كمان يا نرمين، في حاجة مهمة جدا، عايزين نوفر لاطفالنا كل الاكل اللي بيحتوي على عناصر غذائية مفيدة عشان يمدهم بالطاقة الذهنية والجسدية. أيوة. خلال يومهم الدراسي، لان هما في المدرسه يعني هما خصوصا في المدرسه شغالين طول اليوم، طول اليوم في المدرسه. ايوه، فما بيعادل تقريبا نص اليوم. فعشان كده لازم نهتم بنوعيه الاكل عشان يعوضوا الوقت اللي بيقعدوه في المدرسه، بيقعدوا وقت طويل جدا. مع كل ده طبعا ما ننساش غسل الايدين بانتظام طبعا، لان طبعا يعني مع دلوقتي مع رجوع الحياه فالناس ابتدت تهمل شويه في الموضوع ده، ان هما ما بقاش بقى استخدام الكحول والحاجات اللي هي بنقي فعلا نفسنا بيها ما بقتش زي الاول. فلازم برضو نرجع تاني يفكروا الاباء والامهات اولادهم ان هم يستخدموا الكحول تاني ويغسلوا ايديهم لمده 20 ثانيه. ده بيقيهم من 45 بنسبه 45% من معدل الاصابه بالمرض. تمام. في حاجه بس لازم اي ام لازم تخلي بالها كويس جدا، واي اب برضو، ان هم يبعدوا اطفالهم عن اماكن المدخنين. ايوه، دي حاجه مضره جدا على الجهاز التنفسي وهتاثر على مناعه الطفل. كتير قوي اطفال تلاقيها قاعده جنب حد مدخن مثلا، لا لازم، لقيت حد مدخن قوم، لقيت مكان فيه تدخين قوم من عنده. تاني حاجه نتكلم فيها برضو بنمسح كل، لان هم بيتنفسوا الدخان كانهم بيدخنوا بالظبط. ما هو الدخان السلبي ده اصلا اكثر ضرر من اللي بيشرب سجاير نفسه. أيوة. الدخان اللي طالع ده هو اكثر ضرر على اللي جنبه، كانه بيشرب سجاير بالظبط. كان الطفل الصغير بيشرب سجاير، ده بيأثر على مناعته فعلا. فعلا. وبرضو بنصح كل الامهات ان هم لو اطفالكم نايمين حاولوا تشيلوا اي اجهزه الكترونيه بعدم وجود اي اجهزه الكترونيه وقت نوم الاطفال، لان ده بيأثر عليهم جدا. اذا كان لابتوب او موبايل او شاحن، بلاقي مثلا اطفال كتير بتبقى نايمه حاطه الموبايل في الشاحن ونايمه جنبه، لا ده غلط جدا، لازم اي ام تخلي بالها من حاجه زي دي. وبرده بننصح كل الامهات تقلل سكريات لاطفالها عشان كل الاطفال بتحب السكريات. ده بيقلل كلهم بيحبوا السكريات فعلا. فاي ام واي اب خلوا بالهم من حاجه زي دي عشان بيأثر على جهاز المناعه.
كتير. عايزين كمان نفكرهم بالنوم كويس وبدري، يعني من الساعه 10 كله بقى يروح للسرير وينام، لان المخ بيفرز مواد بتفيد في تنميه في نمو الطفل من الساعه 10 لغايه الصبح. المواد دي بتتفرز اثناء الليل، كمان بتساعد على انتاج البروتينات، وده بيساعد في تقويه جهاز المناعه عند الاطفال. صح. في حاجه كمان برضو عايزين نتكلم فيها، شرب الميه. اهم حاجه الاطفال تشرب ميه كتير، يعني هو على قد ما نقدر نحببهم في الميه، لان الميه بتساعد في كل حاجه، تخلي جسم، يعني الجسم مش في الجهاز التنفسي، في الهضم، في كل حاجه. طبعا الاطفال مش كتير بتحب ان هي تشرب حاجات سخنه او او المشروبات اللي هي عايزين عصاير دايما سكريات. كل شويه سكريات، فنخلي بالنا من الحاجات دي علشان خاطر صحه اطفالنا، و لان اطفالنا هم ثمره المستقبل، يعني نخلي بالنا من اطفالنا وربنا يحفظهم جميعا. في كمان عايزين نتكلم عن التبادل المتعلقات الشخصيه بين الاطفال وبعضهم، يعني في ادوات الدراسه او الحاجات اللي بيستخدموها في الدراسه، ده كل واحد المفروض يبقى ليه الادوات الخاصه بيه، كمان الملابس الشخصيه، يعني لو في النوادي ولا في المدارس بيغيروا مثلا اليونيفورم للالعاب او للحاجات دي، كل واحد يحافظ على متعلقاته الشخصيه لنفسه بس. ايه تاني؟ في حاجه برضو عايزين نتكلم فيها، هو المولات دلوقتي بتبقى زحمه، وممكن طبعا في انتشار الكورونا ممكن اي حد يصاب بالعدوى، فدلوقتي حطوا سينيتايزر في كل حته، وممنوع حد يدخل من غير الماسك بتاعه، فدي حاجه كويسه جدا برضو، هتساعد ان العدوى تقل شويه من حاجه زي دي. بس برضو مع لبس الماسكات لازم يعني الواحد يتنفس ويرجع يلبسه تاني طبعا، لان الاطفال ممكن تتخنق من لبس الماسك طول الوقت. طبعا عندك حق. ولو تقريبا في المدرسه برضو بيلبسوا ماسكات، ضروري جدا. مهم كمان ان احنا نفكر اطفالنا دايما، والامهات الصبح والاطفال نازلين المدرسه تفكروا ان هم يعطسوا، او لو هيكح او يعطس بالطريقه الصحيحه اللي هي عرفتنا عليها منظمه الصحه العالميه. يعني ان هو مثلا هيعطس في الكم او في المنديل عشان العدوى، عشان لو حد قاعد جنبه طبعا. كمان ينظف الاسطح، ويعني مش ما يستخدمش حاجه حد، ينظف الاسطح اللي هو هيقعد عليها، لو طبعا المدرسات والمدرسين نسيوا حاجه زي دي فهو يبقى فاكر دايما، كل يوم مامته تفكره ان هو يستخدم او يقوم بالحاجات دي كل يوم قبل ما وهو اول ما يدخل المدرسه. احنا فعلا عايزين نشجع الاطفال على حاجه زي دي، عشان في اطفال لسه مش عارفه اللي هي الموضوع، بالنسبه لهم مش فاهمين ان الكورونا ممكن تبقى حاجه صعبه، لا هو بالنسبه لهم عادي بيقلعوا الماسك مثلا يلعبوا. لا احنا لازم ناكد عليكم يا اطفال يا حلوين ان انتوا تخلوا بالكم من حاجه زي دي، علشان محدش يعدي حد، وعشان انتوا ما تتعبوش، يعني لو لازم يسمعوا كلام في حته زي دي اطفالنا الحلوين. مشاهدينا للاسف خلصت حلقتنا، بشكر حسن متابعتكم وبشكرك خلود، ويا ريت نكون افدناكم. كانت حلقه فعلا كويسه ولازم نتكلم فيها. معانا اتصال. تمام، معانا اتصال من الاقصر، استاذ رجب اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. صباح النور. اتفضل. انا بحييكي وبحيي الدكتوره وبحيي قناه صحه وجميل وجماله، وصراحه فريق اعداد محترم عملته كم من المشاهده عندنا في الصعيد يا فندم. ربنا يخليك يا استاذ رجب. يا فندم البرنامج ده صحه اطفالنا مش كده؟ تمام. ايوه مظبوط. انا خلي بالك معايا بنتين ومعايا امهم هيولدوا الشهر ده. ما شاء الله. وبعد كده مستشفى كانت عندنا بتاعت الغلابه دي اتقفلت، بقيت في مستشفى رجال اعمال طبعا اللي هي الخاصه. فانا محتار اعمل ايه بصراحه يعني. طب انا مش سامع سؤال حضرتك كويس، ممكن تعيده مره تانية؟ بقول لك بنتاني وزوجتي وامهم ايوه هيولدوا الشهر ده، وكان في مستشفى الغلابه كنت بروح اولدهم هناك. دول في مستشفى قطاع طبعا خاص. دي عادة 5000 على كل جدة، فانا ما عارفش اعمل ايه الصراحة. طيب احنا ممكن بس حضرتك تسيب رقم حضرتك في الكنترول واحنا نتواصل معاك بعد الحلقة. ربنا يبارك فيك يا فندم، شكرا شكرا شكرا. اتفضل. احنا عايزين، طب تنصحيه بايه ده؟ هو عنده مشكلة كبيرة كده. المستشفيات الخاصة
المفروض ان هي يعني انا رايي شخصيا المفروض تخصص جزئيه للناس اللي هي حالتها صعبه بالشكل ده طبعا. مش هيخسروا حاجه يعني، احنا ممكن كمان لو في حد عايز يساعده فيتواصل معانا واحنا نحاول ان احنا نساعدك يا استاذ رجب. عايزه تنصحي اطفالنا بايه تاني يا خلود؟ ان هم اهم حاجه يخلوا بالهم من صحتهم، لان صحتكم دي ده شيء غالي جدا. انتوا ممكن تكونوا عشان اطفال صغيرين ممكن تكونوا مش فاهمين حاجه زي دي، وانا عارفه ان اي ام بس ده دور كمان الاب والام، دور الام لان الاطفال مش هيبقوا فاهمين. هو الام اكتر لان الام دايما معاهم اكتر من الاب. فهي تقريبا اي ام بتعاني في الاول من حاجه زي دي طبعا، عشان تربيه الاطفال ان هم يتعودوا على حاجه معينه دي برده مش سهله. بس واحده واحده هم يعني هم لو شافوها بتعمل كده اكيد هيقلدوها في حاجه زي دي او يتعودوا عليها قدوه ليهم. هم زي ما بيشوفوا اهلهم في البيت بيعملوا بالزبط. ايه هيعملوا زيهم بالظبط. عشان كده في حته الرياضه ما قلت يعني اي اب وام اما قلت يعودوا اولادهم على الرياضه ان هم كمان يمارسوا الرياضه، ما هم مش يقولوا اتمرن انت بالظبط، يتمرنوا كمان اللي هم بيعملوه بالظبط. يعني لو جابوا اي فيديو وعموا اتمرنوا هم كل يوم مثلا نص ساعه الاب والابن او الام والابن يعني هو من لوحده تلقائي ماما يلا هنتمرن امتى. كمان في الالتزام بالاجراءات الوقائيه زي ما بيشوفوهم بيعملوا هيعملوا بالظبط. يعني لو الولد شاف مامته بتغسل ايديها بالطريقه الصح هيغسل ايديه بنفس الطريقه كانهم بيلعبوا يعني. أيوة وكانهم بيلعبوا وتعودوا على الطريقه دي. في حاجات كتير الاهالي نفسها لازم تعود، وده يبقى اسلوب حياه مش علشان خاطر فيروس مش كورونا عشان بس. مرض او عدوى او فيروس. أيوة. فعلا المدرسين والمدرسات كمان المفروض ان هم يعني يفكروا الاولاد طول الوقت بالحاجات، لان الولد ممكن ينسى وهو بيلعب وبيجري وهو نايم فهينسى ان هو يعمل الحاجات دي. لا لازم نعوده فعلا على حاجه زي دي. واهم حاجه بقى الكحول في ايده، يعني هو يتعود تلقائي من غير اي حاجه. ايوه انا بشكرك يا خلود وبشكر مشاهدينا، ويا ريت النهارده تكونوا استفدتوا معانا في الحلقه. ربنا يحفظنا جميعا من المرض ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. الى اللقاء.